السلام عليكم اخ عبد الله، اخوكم عبد الله من نيويورك. الاخوان، بصراحه يعني ما يمكنش من نيويورك ما يمكنش تشوف شنو واقع في بلادك وتبقى يعني تاكل الخبز وعايش هنا في نيويورك وكتمتع وكت. اذا لاحظتوا عندي تقريبا اكثر من 60 فيديو، ما كتشوفونيش انا في نيويورك. غادي كنصور في نيويورك وفي ناطحة السحاب انا ساكن في منهاتن، انا ساكن في القلب ديال نيويورك، انا قريبه ليا توين تاور. هاد توين تاور اللي طاحوا قريب ليا، انا مبعيش نشد البشكليت، عندي 15 دقيقه انا تما. ولكن ما كتشوفوش، ما كنديش انا الفيديو في الزنقه، لان انا اللي اهم حاجه عندي انا وهو المشاكل ديال خوتنا اللي كيعانيو. وكنشوف انا هادشي ديال لي فيديو بحال كنشوف اللاجئين، دوك اللاجئين اللي هما مساكن هربانين من سوريا، هربانين لي باي ليست، وكيعانيو وكيدفعوهم وكيريبو لهم القياطان واسمو. انا كنشوف ما كاينش الفرق، بصراحه ما كاينش الفرق. بغيتكم تتبعوا معايا واحد الفيديو. كنشكر بعدا هاد الصحافه اللي ديال المواجهه اللي هما كيحاولوا ما مساكن كيحملوا كيعملوا المجهود ديالهم، واللي هو هذا اللي الجهه ديالهم راه كيديروا. بعدا راه كيلقنوا لنا حنا بعدا اللي كنعيشوا على برا، تيقولوا لنا شوفوا اش واقع في بلادكم ولازم تنضموا معنا، وحنا معاكم، حنا معاكم، انا بعدا معاكم، انا بعدا حقي هو هذا كنديروا معاكم. انا بخلي الارض ديالي والفن ديالي ما كنهضرش عليه، ما كنهضرش على واحد ديالي، ما كنهضرش على الفن ديالي اش كندير واسمو. انا القلب ديالي باش عامر بالمشاكل ديال الناس هادو، ويا ريت لو كان عندي خاتم سليمان نعاون كلشي، نعاون كلشي. انا بغيتكم تتبعوا معايا هاد القضيه هادي. واحد القيد، هاد القيد هذا كان تما وتحول، حولات الدوله لشي بلاصه اخرى، القياده اخرى في شي بلاد اخرى، ودا معاه الملفات ديالو، هاد الملفات الدواسة ديال الناس، ديال الشكايات وديال التعمير وديال هادشي البني واسمو، داهم معاه. القيد اللي جا ما عنده حتى شي ملف على الناس ملي جاو كيشكيو، ما عندهمش، ما لقاش الملفات ديال هاد الناس هادو. دوك هاد القيد هذا هزهم وداهم معاه، يعني كأنه كيورثهم. يعني هادشي لا حول ولا قوة الا بالله. بغيتكم تتبعوا معايا دابا. مشاو مؤخرا خويا ولد عمي مشاو عند القايد الاخر عصام، مشاو عنده لدار بوعزه باش يستفسروه، حتى جبد لهم الملف من عنده. واش يعقل؟ ديك العبرة قانونيا، واش يعقل القايد تحول من القياده ودا معاه الملف؟ تما كيبان لك الانسان هذا القايد اللي عندنا حنا ما عنده حتى شي حاجه، وكيعرفونا شاهدين عاطين لنا السلطات العباده، ما وصلنا حتى حاجه، حنا كنصعبوا هذا الشيء غير دايز. انتم اليوم شنو غديروا؟ شي وقفه حتى شي وقفه في جرجي ان شاء الله؟ اول وقفه ولا ديما كانت؟ لا اول عندنا الوقفه الاولى في بورناج حبسوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على ما شفت انا يعني من خلال الفيديوهات اللي شفت انا اكثرية الناس، المشاكل اللي كيترضخوا فيها واللي اسمو، انا كنشوف، اسمحوا لي نقول لكم مسؤولين، راه المخزن اللي داير الفوضى، راه ماشي كلشي، ربما ماشي كلشي، ولكن راه القياد دايرين الفوضى. ما دايرين الفوضى، ما محترميش القانون، القوانين، كيستعملوا السلطة وكيديروا اللي بغاو، كيديروا اللي بغاو، ما متبع، ما كي هذا ستان فونكسيونير، قايد ستان فونكسيونير، الوظيفة ديالو هو خصو يطبق القانون، القانون ما خصوش يخرج على القانون، إلا خرج على القانون كيتعاقب، إلا كتخرج على القانون ما كاينش غلطة، ما كاينش، ما تديش معاك الملف ديال واحد الإنسان، وما كيمشي عندك وكتجبد الملف وما كتعطيهش ليه. هذا شنو هذا؟ دونك هي كاينه شي حاجه هنا، دونك انت حابس الملف ديالك لان كاينه شي حاجه، لان انت مور كاينه شي حاجه، يعني ماشي من حقك، ما عندكش الحق
تحول من قياده وتمشي لبلاد اخرى وتسمعك الميف ديال الناس اللي هما حاطينو تما عندهم مشكل ديال الارض ولا مشكل السكن. هذه الاولى. ثانيا اشتنا واحد المشكل هنا ديال الكريم المسيك، الناس اللي هما كانوا حولوهم من 1953 اللي هما كانوا جابوا الناس من الحي المحمدي وكاين الناس من لارميتاج وجابوا من الكريم المسيك باش بان ديك الساعه باش ينقصوا البراك، باش ينقصوا البراك وجابوا تما وخلصوا القوانين اللازمه وما عندهمش، عندهم القوانين عندهم الحجوج عندهم التترات وعندهم كل شيء وما استفدوش من 53 60 عام 62 عام هذه باش هاد الناس مساكن حولوا تما ووعدوهم وخلصوا كي اللي خلص عطاهم يعني عطاهم الحجوج اللي فيهم لي بلون عندهم البلان اللي هو فيهم الارض مقسمه عندهم كل واحد العائله شحال الارض فيها وخلصوا هذاك الوقت خلصوا مليون كي اللي خلص جوج المليون. والقياده هذه القياده اللي كانت هذا العهد ديالهم ما عرفتوش 2013 ولا 2006 ولا ما عرفتش 2017 قالوا لهم حقا نعطيكم اوكي نعطيكم الاراضي ولكن خاصكم دابا الناس اللي هما واخدين اللي عاطين 2 مليون لان كاين كل مليون عنده واحد المساحه ديال الارض دونك اللي عاطين 2 مليون كاين جوج ديال الاراضي بغاهم يتشاركوا في ارض وحده. دابا هاد الناس هادو اللي عند كل واحد اللي خصو تكون عنده ارض ديالو قالوا لهم الا بغيتو نعطيكم نساعدوكم خاصكم تشاركوا في ارض وحده نتوما انت وانت انتوما عائلات خصكم تشاركوا في ارض وحده. هذا على انه كيبان بانه كاينه خدعه هنا كاينه خدعه وكاين غش بان بغاو يشيطوا الاراضي وربما هاد الاراضي تباعوا ربما عطاهم للناس واحدين هاد القيد وهاد المقدم وهاد هاد المافيا هادي لانهم داروا اللعبه ديالهم ربما باعوا وتزيروا دابا وبغاو يخشيو الناس يدحسوهم باش يخرجوا وما يسلكوا من الطريقه اولا راه باقي ما باعوش بغاو يديروا هذه القضيه باش يشيطوا الارض باش يبيعوا ويشرو فيها. انا علاش كنقول لكم انا بان هاد الناس اللي خدامين هاد الموظفين اللي خدامين مع المخزن راه هما اللي دايرين الفوضى. راه البلاد ديالنا راه ماشي الناس اللي ساكنين ماشي المواطنين اللي كيديروا الفوضى. هذا انا خص نقولوها بصراحه لان ما منضمنش هاد الناس ماشي غير كيخونوا ماشي كيخطفوا كينهبوا حتى النظام ما منظمينش حتى هما كيخرجوا كيديروا حاجه اللي هي غير قانونيه كيديروها من رئيسهم كيديروها من رئيسهم اللي هي ما كاينه ما كينطبقش على القانون كيخرجوا على القانون كيديروا حاجه من رئيسهم لانهم عندهم السلطه لانهم كوفرين لانهم انا كنشوف انا في النظريه ديالي واحد القضيه اللي كنتمنى انا محمد السادسي خصو يكون خاص القياد ما يبقاش يتعينوا على طريق الدوله ما يبقاش تعينوا على عندك العامل والقياد وداك الشيء ما خصهمش يبقاو يتعينوا خصهم يديروا بالانتخابات الا بغينا نحلوا المشكل هذه الاولى خصها تكون انتخابات. الانتخابات هما كيسموا حنا المقاطعه هذا الشيء كيتسموا لي كومين في اوروبا ولي كومين كيداروا الرئيس ديال لا كومين كيدار بانتخابات القياد خصهم يداروا بانتخابات الى بغاو العامل حتى هو خصو يدار بانتخابات لان العامل انا كنشوف العامل مابقاش عنده السلطه مابقاش كي بحال ولا غير سامبول غير علامه. العامل كان كريف في العهد ديال الحسن الثاني الله يرحمه العامل كانت عنده السلطه كانت عنده واحد القوه كان كيجي الى جا العامل بحال جا الملك كيتحل المشكل. دابا هنا العامل مابقاش كيمشيو عندو الناس ما عنده ما يدير كيصيفطهم هنا وهنا وقيدوا هنا ولا سيروا الرباط ولا هذه وهذه ما عندوش السلطه العامل مابقاش عنده السلطه. العامل كان في العهد ديال العامل ابو الحمص وحتى مصطفى محمد العلوي الله يذكره بخير ولا الله يرحمه انا كنتمنى يبقى في الحياه هذاك اكبر عامل اللي داز بالدار البيضاء. هذوك كانوا كيطالبوا مثلا دوك العمارات ديالنا ديال المدينه ديال الباب الكبير اسمو كيتصبغوا كيتجيروا كيتجير الباب الكبير كيتجير كيتصبغ يعني من 3 سنين ولا ما عرفت العامل 4 سنين كما الشوارع كيتسيقوا بالليل يوميا. الشوارع ديال محمد الخامس الجيش الملكي هذيك كيتسيقوا يوميا كيتسيقوا. اما العمارات ديال اللي كتشوفوا ديال جيل السينما لا بي سي والسينما ديال ليتوسيا هذوك كلهم كيتجيروا كيتصبغوا منها كيخلق الشغل ومنها المدينه كتبان زوينه. حنا ملي كندخلوا دابا حنا كنجيو من الخارج كيبان الدار البيضاء موسخه والله العظيم كتبان لك العمارات موسخين حاله لا يبتلاها
يعني هذيك المونيمنت هذوك العمارات راه مونيمنت باش يكونوا يعني واحد فيهم واحد نظره واحد اسمو كيبانوا موسخين معفنين باب كبير خلاص جيت السينما لابس شي حاط كيبيعوا شي في الارض شي واحد الهمجيه واحد الفوضى واحد التاخيرات لان كاننا زد عندنا الغضب من عند الله سبحانه وتعالى بحال لا غاضب عنا الله الله العظيم الا غاضب عنا الله انا كنقول لكم اخواني سمحوا لي كنقول لكم واحد الكلمه حنا اللي كنخرجوا من برا حنا اللي كنشوفوا ما نتوما عايشين لداخل ما كتشوفوهاش لانهم غاديين في الريتم حنا بحال الناس الجداد انا كندخلوا كنجيو فريش عينينا كيتحلوا كنشوفوا اي حاجه شعره طايحه في الارض كنشوفوها داك الرخام ديال الساريات ديال باب كبير قديم ما مبوليش ما محكومش الريدوات ديال الحوان ديال باب كبير داك الباساج سوميكا حاشاكم البول ديال المشاش تما داك الباساج سوميكا كي موسخ الناس حاطه الفراشات في الارض الناس فينا هي العمالات فينا هو الدور ديال العميل مابقيناش كنشوفوا الدور ديال العميل هنا كاع ما كاينش الا هي الجماعه اللي مكلفه راه ما دايرهاش الخدمه ديالها راه ما دايرهاش الشغل ديالها يعني راه واحد الحاله لا يرتلها الضرب اذا لا حول ولا قوه الا بالله اللهم هذاك الشارع محمد الخامس ما خصوش يبقى كاع حشومه نعيطوا عليه شارع محمد الخامس حشومه نعيطوا عليه نرحموا على المرحوم الملك محمد الخامس نعيطوا هذاك الشارع محمد الخامس شارع محمد الخامس خصو يكون فيه النوار خصو يكون العامل ولا العماله ماشي غتجيروا العمارات طلبوا الناس يجيروا العمارات كما قلت في واحد الفيديو قبل اللي ما جيش نعطي واحد المهله الا ما جيش ياخذ واحد نعطي واحد البروسي والبروسي خلصوا ولا ما خلصوش المحكمه ونزيرو ونحركوا النعوره بالشباب الصغير الشباب نعلمهم يصبغوا ويجيروا والشباب يتحركوا حتى هما يصبغوا واخا يخدموا غير 6 شهور في العام يخدموا غير 6 شهور في العام الا غير كل واحد 1000 ديال السكان ولا 2000 ديال السكان نديروا لها وقت ديالها والناس تحرك الناعوره وهذاك الناس ديال البيلدينغ اللي غادي يخسروا ديك الفلوس على الصباغه وعلى على سمو يقسموها على المالي الكرا حنا ما فيها باش يقسموها شي شويه من الكرا حنا ما كنقولوش وبيخلصوهم يجيبوهم الله يكون في العوان لان هذاك السكن قديم وكاين الناس اللي ساكنين قدام ما كيخلصوش كرا بزاف واخا باب كبير كاين الناس ما في باساج سوميكا انا كنعقل الناس كانت الكره تما البارتمان كانت ب 3000 ريال يعني الناس اللي ساكنين من عاد ديال الستينات اللي دوزوا لوالديهم ولا لولادهم راه باقي كيخلصوا 3000 ريال خاص يضعف الكره خاص يزيدوا الكره يدوبلوا الكره ويتريبلوا الكره خاص يطلعوا حتى 10000 ريال ولا 15000 ريال من حقهم هذوك الناس اللي كيورثوا هذوك البيلدينغ من حقهم يطلعوا الكره وتصبغ الحاله وتصاوب المدينه وترجع المدينه ومنها يخلصوا ملي كيضعف الكره كيخلصوا الطاكس دوك البلديه كتدخل دوك الجماعه كتدخل الفلوس دوك الفلوس اللي غتهز عندهم في الصندوق يعملوا بها اسمو هذوك الناس اللي بحال مثلا باب كبير واسمو اللي كيخلصوا الطاكس بزاف يعملوا شوارع نقيين يزيدوا الخدامه يغسلوا الشوارع يديروا النوار ملي كيجي وقت مارس الشهر ديال مارس باب كبير كله خصو يكون بالنوار بحابق باش الناس اللي جاوا من برا واسمو يفرحوا يشوفوا المغرب غادي في واحد التقدم هادشي راه يعني راه كفايه هادشي راه ممكن ماشي ما ممكنش رجع للاختصار باختصار رجع للفيديو ديالي بغيت نوريكم واحد السيده اللي هي مسكينه شرات الارض وساكنه في واحد الدوار وما بغاتش تبقى في الدوار شرات الارض بغات تبني بغات تسكن في بني ليق وما ساعدوهاش وهنا غادي نعاود نهضروا على هذا الموضوع هذا تابعوني سمعتش مزيان السيد المشكل هذا ودي انت تشوف راه هو فينا دابا ناقص شريت واحد 130 متر شريت 20 عام 9 سنين ونرجع على الرخصه ما بغاوش يعطوها ليا نط من الناس داو لي بيت انا هو في الحفره مشيت بنيت بنيت حتى شاو ديك الدوله ما بغيتش نبقى ساكن ما بغيتش نبقى ساكن انا قتلوني في مشاق من الاول بحال فار وانا كنتمنى هذا الميساج يوصل للمسؤولين هذا ماشي غير ماشي غير كنبارطاجي مع الناس اللي المغاربه اللي في المغرب وانا ما انا القصد ديالي هو كنوصل بغيت نوصل الخبر للمسؤولين هذا هو القصد ديالي انا القصد ديالي كنبغي نوصل الخبر للمسؤولين
ولهذا بغيت نقول لكم واحد القضيه. انا الفيديوهات ما كيطولوش، هاد الفيديوهات ديال الهضره انا ما كنطولوش، ما كيطولوش عندي انا، ما كيطولوش انا، كيداروا 3 شهور 4 شهور 5 شهور كنحيدهم، كنعاود نديروا فيديو. وشكرا اللي بغى يبارطاجي بارطاجي، هادشي نتوما حرين، اللي بغى يشجع اللي بغى يواجه هادشي ديالو، انا ما عندي كسر. المهم انا الواجب ديالي درتو كمواطن مغربي، كنحب المغاربه، كنحب بلادي، وكنخدم ليهم، هذا هو اهم حاجه. شكرا لكم، السلام عليكم.